مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمشاهدينا أينما كانوا داخل تونس وخارجها، وسعداء أن نلتقي معكم مرة أخرى في زدني علما في توقيته الجديد من 9 للعشرة ونصف من مساء الجمعة ومساء الأربعاء. وهذا البرنامج يعاد بثه على فترات متنوعة من برمجة قناة القلم. يسعدنا تواصلكم سواء كان بالبريد الإلكتروني وإلا بالصفحة الرسمية الخاصة بزدني علما على الفيسبوك وإلا عن طريق الهاتف. واليوم لابد أن نحيي قناة القلم لأنه تحب يكون التفاعل مباشر بيننا وبينكم، وفتحت الخطوط الهاتفية لكي يكون هناك التواصل بين مكالماتكم وبين الأساتذة الأجلاء والتفاعل خاصة مع المواضيع اللي نطرحوها من أسبوع إلى آخر في زدني علما. واللي يحب يكون حاضر معنا أهلا وسهلا به. التليفون اللي يجي يتواصل فيه معنا ويكلمنا مباشرة فيما يتعلق بموضوع الحصة وإلا باستفسار أو بسؤال يحب يطرحه على الأساتذة الأجلاء مرحبا به. الهاتف هو 74 621 607. وعيد الهاتف 74 621 607. مرحبا بمكالماتكم للمشاركة في الموضوع وكذلك بتقديم استفسار أو سؤال. مشاهدينا الأعزاء، الحصة اليوم لابد أن تتفاعل معكم، لابد أن تنبض بما تنبض به القلوب وبما ينبض به الوجدان والأذهان. ولا شك أننا نعيش في هذه الفترة في البلاد العربية لحظات قد تبدو عصيبة على البعض، ولكنها لحظات أليمة، وخاصة الأحداث الأليمة اللي تعيشها مصر الشقيقة بعد الأحداث الدامية اللي شهدتها فضائيات رابعة العدوية وكذلك النهضة في مصر. وهذه الأحداث اللي أسفرت عن ضحايا مشى ضحيتها أرواح بشرية، سواء كان من المدنيين، سواء كان من العسكريين، سواء كان من الأمنيين، أرواح بشرية ما كان لها أن تزهق أرواحهم لو كانت هناك بعض القيم أو لو كانت هناك بعض المبادئ الثوابت التي نلتزم بها، وهي ثوابت كامنة فينا موجودة في ديننا في تقاليدنا في أعرافنا في عرفنا. ولا شك أن هذه القيمة هي اللي مش تكون اليوم محور لقانا معكم في زدني علما. التصافي، التضامن الإسلامي بما هو حث على التعاون والتعاضد والتكاتف والتناصح والتواصي بالحق والصبر عليه. هذه قيم نحاول أن نتعرفها معكم لأنها راسخة فينا وراسخة في ديننا الحنيف. اليوم سنتحدث عن هذه القيمة لمن يريد ويروم أن يكون معنا فيها. أهلا وسهلا بكم وبمكالماتكم الهاتفية تشاركونا في هذه الحصة ليحضرها ضيفين كريمين عزيزين ديما يشرفونا بحضورهم في الاستوديو، هما الاستاذ احمد بوشحيمه. اهلا وسهلا بك استاذ احمد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بك اخي نوري، مرحبا بحضرات المشاهدين الكرام. نسال الله ان يوفقنا الى تقديم حصه مفيده للجميع ان شاء الله. مرحبا بك استاذ احمد. وسهلا. ايضا يشرفنا بالحضور في الحصه اليوم الاستاذ محمد المدنيني. اهلا وسهلا بك استاذ محمد. اهلا وسهلا بك وبالاستاذ احمد بوشحيمه وكذلك بجميع مشاهدي قناه القلم. مرحبا بك استاذ محمد، ومرحبا بمشاهدينا الكرام اللي لا شك انهم ديما في تواصل معنا في برامج قناه القلم وفي زدني علما ديما يطرحون لنا مواضيع، ومن بين المواضيع اللي احنا نطرحوها معكم اليوم هي الاحداث اللي تشهدها مصر الشقيقه وما اسفرت عنه من نعتبرها خسائر كبيرة للأمة وللشعب وللإنسانية جمعاء، لأنه هذه المعطيات اللي نشاهد فيها في قنوات التلفزيون وهي معطيات أليمة ودامية. خلينا نتساءل جميعا، أين هذه الأحداث الدامية من قوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا؟ أين نحن وأين هذه الأحداث الدامية من هذا القول الكريم؟ مشاهدينا الأعزاء، منطلقنا دائما أصواتكم، لذلك سنتحول في الروبورتاج إلى الشارع معكم أنتم، نسأل عن تقويم المشاهد التونسي لما يقع في مصر من أحداث دامية. شنو رأيك في اللي يحدث في مصر توا؟ والله الواحد ما يعرفش شنو يحكي، ما يتصور، ما نعرفش. أنت الحويج يعملوا فيها مش بعض المسلمين، معناتها شنو عباد مروسها مفسخة وشي في كلمة واحدة معناتها شيء أسف. كارثة.
كارثة كبيرة زيدا. كارثة ما عليهم وربي صبرهم وربي معهم. مأساة كبيرة كبيرة جدا وربي معهم إن شاء الله. والله مؤسف جدا فريمون، معناتها ما كناش نتصوروا اللي ثورات مش تأدي لحويج كي من هكية فريمون، ما معناتها حاجة مش معقولة أنه مسلم يقتل مسلم. والله شي حزن وإن شاء الله ما يصيرناش كيفهم. شي رهيب، شي رهيب، وما يشرفش له رب والتوانسة، ما يشرفش المسلمين بكل شي. أسف وبرة، معناتها مساكن وبرة، حاجة توجع القلب، شي حزن، إن شاء الله ما نصلوش كيفهم. ما عندي حتى رأي، نقولوا كان خاف على تونس تولي كيفها وكو، هذا الرأي الوحيد اللي نقول فيه. مصر دخلت في خضم تاع حرب وبشبه ولات أهلية، ونخاف على تونس لتولي كيفها وكو. مهزلة حقيقة، مهزلة، وإن شاء الله يا ربي ما نمشيوش في التيار اللي قاعدين ماشيين فيه هما. شنو اللي فرق بين المصريين حتى ولا الخو يقتل خوه حسب رأيك؟ هي الكرسي أول حاجة، هي شكون يحب البيت نتاعهم، شكون يحب يحكم في البلاد هذيك، علاش دخلت بعضها الدنيا. وجهه النظر كما تجم تقول، كما اللي صاير هنا يمكن وجهه نظر، هذا يسخايل اللي فما هكايا، هذا يسخايل اللي باش يصير هكايا، اللي هذا يبني في 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 افكار بالك يصير هكا، بالك يعمل هكا، كي يمشي يعمل هكا، باش يعمل هكا. دونك عرفت معناتها هذيك الكل هو اللي فرق بين الشخص وشخص. الكرسي، الكرسي هو اللي فرق بين المصريين والشعوب الكل، كل ما عطى نفس الاشكال. يمكن سياسة، يمكن معناتها الاحداث اللي صايره في مصر، معناتها كل شيء، والفقر عنده دور كبير نتصور، الفقر سورتو، معناتها يمكن التطرف هكاها، وتطرف الافكار، وعبيده معناتها قرات الديمقراطيه بشكل مختلف، معناتها وحاجه مش باهيه، معناتها قراوا الديمقراطيه حاجه اخرى. سي نورمال، خاطر حاله عاديه ولات عندهم، فهمتني؟ معناتها ما عادش نجم نقول حاجتين، ولات حالة عادية عندهم، يتعاركوا يتضربوا نورمال عندهم. فما برشا مؤامرات داخل مصر هي اللي خلات اللي مصر تدخل بعضها. القلوب اللي مش صافية، هذاك شنو اللي يفرق بين الاخوة؟ اللي يفرق بين المصريين هي السياسة والمناصب والكراسي. العرك على المناصب كما هنا في تونس، دونك هيك هو اللي مش يوصلهم، وكل حد متشبث بالحكم نتاعو، تعصب. والله هي ظاهريا اختلاف في الآراء ظاهريا. نتخيل عنده برشا أطياف، مش كيف نحنا نكونك عليه. اختلاف الآراء وارد ومهم وطبيعي أن يحدث هذا الاختلاف كما كنت تقول انتم في الروبورتاج الآن، ولكن أن يصل الاختلاف إلى حد الخلاف وإلى حد إراقة الدماء، الاختلاف بهذه الشاكلة يصبح وبال على النفس البشرية، النفس البشرية التي حرم الله قتلها. ولا شك عندما نعود إلى ديننا الحنيف نجد قيم التصافي والتآخي هي التي تتصدر العلاقات الإنسانية والبشرية، فلما لا تكون هي دائما في الصدارة قبل هذه الدماء التي تراق من حين لآخر في بعض البلدان. لا شك أننا سنحاول أن نتحاور معكم مع الأساتذة الأجلاء، ومنطلقنا حديث نبوي شريف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأين نحن يا أستاذ أحمد من هذا القول الحكيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على صفوة خلق الله أجمعين، صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد وآله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. الحقيقة أن ما يقع في البلاد العربية وبخاصة هذه الأيام في مصر أمر يحير الإنسان، أمر يترك الحليم حيران، كيف يحدث هذا بين الأشقاء؟ ما هي المبررات؟ ما هي الدواعي؟ ما هي الغايات والأهداف؟ ألهذا الحد صار الدم الإسلامي، دم المسلم، صار رخيصا؟ ألهذا الحد رخصت قيمة المؤمن وقيمة المسلم عند أخيه المسلم؟ شيء حقا يترك الحليم حيران. منطلق الحديث الذي أردت أن تضعنا في إطاره أخي النوري، نعم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهو حديث صحيح. لو عمل به الناس لاستقامت لهم الدنيا ولفازوا بالآخرة، لأنه تصور أن كل واحد عندما يفكر في نفسه يفكر في غيره بنفس المقاييس، يعني لا يجعل مصلحته تطغى على مصلحة غيره. نعم. وإنما يراعي الله في غيره كما يراعي الله في نفسه، كما يحب الخير لنفسه يحب الخير لغيره. ولكن مع الأسف الناس حادوا عن هذا المبدأ الإسلامي العظيم، وحيادهم عن هذا المبدأ جعلهم يتقاتلون، جعل الأخ يقتل أخاه. من أجل ماذا؟ من أجل كرسي؟ من أجل كرسي لا يدوم. وقد قيل في المثل لو دامت لغيرك لما آلت إليك. هذه الكراسي التي يتقاتل عليها الناس، هذه الأغراض الدنيوية الزائلة الفانية، وينسون الله وينسون الواجب وينسون الضمير وينسون أنه إحساس الإنسان لابد أن تكون فيه من الغيرية ما يجعله يقرأ حسابا لمشاعر غيره ولمصلحة غيره. نعم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يرفع مقته وغضبه عنا، نسأل الله أن يلطف بهذه الأمة، نسأل الله أن يحقن دماء أمين المسلمين في كل مكان، وبخاصة في مصر اللي تأزمت فيها المشكلة هذه الأيام، ورأينا على شاشات القنوات الفضائية ما يرعب أقسى القلوب، يعني حتى اللي قلبه قاسي وما يحنش حقيقة يذوب قلبه ويتفتت كبده عندما يرى تلكم المشاهد المؤلمة الأليمة الفظيعة التي ماذا نقول عنها؟ لا تليق بالمسلم. لا تليق. كيف يرضى المسلم أن يفعل بالمسلم بأخيه المسلم هكذا؟ هو لو فعلها أعداء المسلمين لا أنكرنا عليهم ذلك إنكارا شديدا، فكيف إذا فعلها مسلم نعم. بأخيه المسلم نعم. اللهم أن هذا لا يرضيك يا رب آمين. العالمين آمين. نحن إذ نعزي الشعب المصري بالضحايا فإننا نأسف كثيرا أن نشاهد هذا الربيع يتحول إلى في بعض المناطق طبعا إلى دماء وإلى أحداث دامية. لا شك أن هذه الأحداث هي تؤلم، مثلما انطلقنا بالحديث في هذا البرنامج بحديث نبوي، سأواصل مع الأحاديث النبوية أستاذ محمد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فكيف يحدث هذا في بلاد الإسلام؟ وما هي الأسباب اللي تخلي الناس توصل إلى أن تتقاتل وهم أبناء البلد الواحد؟ الكرسي؟ السياسة؟ نعم. أيا كانت الأسباب؟ نعم. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أسأل الله تعالى أن يتقبل القتلى شهداء عنده، وأن يشفي المرضى والجرحى، وأن يرزق أهالي الشهداء جميل الصبر والسلوان، لأن الحدث جلل، ولأن ما حصل في مصر لا يمكن أن يتوقعه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكأنه يريد أن يوصي هذه الأمة خيرا في نفسها، وخيرا في تعاملها، وخيرا في علاقاتها، وخيرا في مواقفها. المسلم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتدي على مسلم، المسلم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشعر بأن العلاقة اللي تكون مع أخوه علاقة قائمة على الكراهية وعلى الحقد. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وكونوا عباد الله إخوانا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبهنا وأن يقول لنا بأن القتل هذا يحول المؤمن من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. أنا نقول هنا رحنا في البداية أمة، احنا أمة
أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربي قال وأن هذه أمتكم أمة واحدة. ربي سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ربي سبحانه وتعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أين نحن من هذه الآيات الحكيمة والأحاديث النبوية الشريفة؟ نعم. أين نحن اليوم؟ أين نحن؟ لا يمكن أن نتحدث عن المسافة بيننا وبين القيم التي جاء بها القرآن إلا بحديثنا عن علاقتنا بالقرآن وعن علاقتنا بالإسلام. لو كان هذا الدين هو الذي يفصل في النزاعات بين الناس، لو كان هذا الدين هو الذي يربي الناس، لو كان هذا الدين ولو كان لهذا الدين المقام الكبير في قلوب الناس، ما أمكن أن يصل المسلمون اليوم إلى مثل هذه الحال. اللي صاير في مصر، اللي صاير في مصر، اللي حدث في مصر بالشكل التي رأيناها، بالشكل التي رأيناها، راهو اللي صار واللي يراه الإنسان وكأنه يقول إن دولة عدوا. نعم. تقتل أعدائها، وهذوما جيش يضرب في العزل ويقتل فيهم في قتلى لا أراك الله مكرون. إيش معنى سي محمد الشأن السياسي تدخل ففرق؟ هو نعم نعم، هذا الربيع الذي تحدثت عنه تحول إلى خريف، تحول إلى خريف بسبب لعبة المصالح، والمصالح هذه قد تكون داخلية وقد تتقاطع مع المصالح الخارجية، وهذا الذي حدث في مصر بالأساس، لأنه لا ينبغي أن يغيب عنا إسرائيل ومصلحة إسرائيل وعلاقتها بجوارها وخاصة بمصر. هي داخلة في اللعبة، وأولئك الذين فعلوا ما فعلوا في مصر إنما قدموا هدية للعدو قبل أن يقدموها لأصحاب المصالح من الداخل. باهي محمد، تو المصالح الداخلية والخارجية قد تتدخل فعلا. نعم. في الشأن الداخلي، ولكن كيفاش المسلم يوصل أنه يقع في فخ هذه المصالح، خاصة أنه يملك من القيم ما تجعله بعيدا عن هذه المصالح التي يمكن أن تفرق بين أبناء الشعب الواحد. ما ثم قلت لعبة المصالح، راهي لعبة الأنانية، لعبة الأنانية، يعني الأنانية التي تحرك الأفعال في مستوى الأفراد وفي مستوى الجماعات. الأنانية باعتبارها غريزة في الإنسان، جاء الإسلام لكي يرشدها، لكي يرشدها. به اللي صار في مصر، اللي صار في مصر، أولئك الذين هندسوا وخططوا لما حدث الآن، هل كانوا يتوقعون حجم الخسائر الموجودة الآن؟ هل كانوا يتوقعون ذلك؟ أنا نعتقد على أن الذهاب متحم إلى الأمام، إلى الأمام فاش في قتل الناس. احنا تو الآن نتحثوا، الآن نتحثوا وثم مسلمين موجودين في مصر قاعدين يتقتلوا. علاش؟ لأن ما بقاش ثم عقل، ما بقاش ثم عقل. لو كان ثم عقل راهو كان من الأول في البداية عن طريق الحوار وعن طريق الآلية الديمقراطية وعن طريق القواعد الديمقراطية، على أن المشاكل لا يمكن أن تحل بالعنف، وعلى أن العنف لا يؤدي إلا إلى مزيد من العنف وإلى مزيد من الإرهاب وإلى مزيد من التشدد. أو لا يقالوا بأنهم سيحفظون دماء مصر وأن تدخلهم من أجل الحفاظ على الديمقراطية، وها أننا نرى اليوم كيف خسر الشعب المصري الكثير والكثير من النفوس البريئة، من الأطفال ومن الأبناء ومن الشيوخ ومن النساء. راه في ديننا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يقتل امرؤ مسلم، فما بالك إذا ما قتل شعب. هذا شعب قاعد يتقتل، شعب قاعد يتقتل، والجيش كان من الأولى أن يصوب سلاحه تجاه العدو، ومعروف من هو العدو، لا أن يصوب السلاح تجاه الشعب البريء. نعم نعم. حصل ما حصل، وهذا الدمار الحاصل في النفس البشرية، كيف نستطيع أن نكبح جماح النفس البشرية حتى لا تتقاتل أكثر فأكثر يا أستاذ أحمد؟ نعم، طبعا عندما يعي الإنسان واجبه الذي أوجده الله من أجله في الكون، شنو الواجب اللي أوجده اللي من أجله ربي أوجدنا في الكون؟ هو تعمير هذه الأرض وليس تخريبها، هو أن نزرع الحياة
وأن نزرع البسمة وأن نزرع الطمأنينة، أن نزرع خضرة أملا، شجرة زهورا، أن ننتج، لا أن نقتل ونخرب والعياذ بالله. نعم، يعني الإنسان لما يكون واعي بواجبه وأنه هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، هو مربوب لله سبحانه وتعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى ربه، يعني هو المالك وهو المسخر وهو الذي سيتوفى كل الناس في يوم ما وسيعودون إلى الله فينبئهم بما كانوا يعملون. لو الناس هذا الأمر جيدا لما حدث ما حدث، ولكنها الأنانية التي تحدث عنها الأستاذ محمد، والأنانية هي صفة إبليسية، هي جعلها الله فينا كالجانب اللي من عناصر الامتحان والاختبار. فالأناء إلى حد معقول هذا أمر مقبول. نعم. الإنسان يهوى ويتشهى ويتمنى في حدود معقولة ممكن، لكن أن يتحول ذلك إلى أنه يريد أن يأخذ حقه وحق غيره وأن يعتدي ليأخذ حق غيره، يصبح الأمر خارجا عن النطاق المعقول وخارجا عن نطاق الإنسانية، وحتى خارج حتى عن نطاق الحيوانية يا أستاذ نوري، لأن الحيوان لا يأخذ أكثر من حقه. نعم. الحيوان في الغاب عندما يفترس عندما يقتل يقتل ليعيش، ونحن جعل الله لنا وسائل أخرى للعيش، جعل لنا العمل والسعي والكد وطلب العلم، لا أن نقتل بعضنا البعض. والحيوان عندما يقتل ويفترس ويشبع يكتفي، ما عادش يقتل، ما يجيش يقتل على اليمين وعلى اليسار وهو ماشي متمادي القدام وهو يقتل، لا، الحيوان فقط لغاية ولهدف ليحفظ بقاءه. هؤلاء الذين يقتلون العباد هكذا بكل وحشية، بكل تجرد من الضمير الإنساني، ماذا عسانا نقول فيهم؟ ماذا عسانا نقول فيهم؟ نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. هؤلاء الذين تجردوا من إنسانيتهم من أجل أن يجلسوا على كرسي لا بارك الله لهم في الكرسي. الكرسي ما قيمته إذا كان أجلس عليه فوق جماجم العباد، عباد الله؟ يا رسول الله، تو هذا معقول؟ إلى أين نحن سائرون؟ لو كان علاش ما يفيقش الإنسان على روحه وينظر إلى نفسه شوية هكا في المرآة ويقيم الواقع متاعه؟ لكن اش تحب تقول؟ هؤلاء هم الذين تأخذهم العزة بالإثم، هكا اللي تاخذوا العزة بالإثم ورد ذكرهم في القرآن، مقت تقول له اتق الله تأخذه العزة بالإثم. اش معناها تأخذه العزة بالإثم؟ معناها يتمادى في غيه ويعتز بالإثم الذي يفعله ويواصل، وهو يعتقد هو يعرف راه في قرار نفسه أنه غلط، لكن شيطانه، لكن نفسه الأمارة بالسوء، لكن معناها هوى النفس والباطل اللي مسيطر عليه يخليه يرى أنه على حق أو يتوهم أنه. نعم. على حق. نعم. والحقيقة أنه ليس على حق. نعم. نذكر مشاهدين الأعزاء اللي بإمكانهم أنهم يتواصلوا معنا عبر الهاتف 74-621-607، وعيد الهاتف 621-607 مع إضافة 74 في البداية، حتى تكون فما الحوار بيننا وبينكم مباشر فيما يتعلق اليوم بموضوع التصافي والتآخي اللي رواه هو البديل عن لغة السلاح، وما فماش سلاح أقوى من أن الإنسان يتسلح بهذه القيم النبيلة وبهذه الثوابت الأصيلة اللي إذا كان احنا فعلا تمسكنا بها سنتوحد كلمة وسيكون الشعب جسدا واحدا. هل بالإمكان أن تكون لغة الحوار ولغة السلم ولغة العقل ولغة التفاهم الآن هي البديل القائم أستاذ محمد بعد هذه الدماء؟ والله هذا ما نرجوه، أما إذا ما سلت الدماء بالنسبة للشعب المصري فهناك احتمالان اثنان لا ثالث لهما. الاحتمال الأول هذا الذي نشاهده الآن،
بمزيد من التقتيل ومزيد من التنكيل ومزيد من التقدم في مستوى الإبادة. واللي يحصل في مصر هذا إبادة، وكأن الذين يقتلون ليسوا من المواطنين ولا يستحقون صفة المواطنة. إذا كان السيناريو هذا هو الغالب راه نتيجته لن تكون طيبة، ومش تدخل مصر كما أريد كما خطط لها، وكيف ما تخطط في بلدان أخرى. العراق نموذج، سوريا نموذج، الجزائر في بداية التسعينات نموذج، تولي بمثابة الحروب الأهلية واللي يتآكل فيها المجتمع بالتدرج والأعداء يتفرجون ويستفيدون. كيفاش نكبح جماح هذا الوصول إلى هذه الغاية غير النبيلة؟ إذا وهو السيناريو الثاني أن يحتكم الفرقاء إلى منطق العقل وإلى منطق الحكمة، وأن يعودوا إلى طاولة الحوار. ونعتقد على أن التجربة في مصر كان في البدايات كانت مبشرة، وعلى أن الانتقال الديمقراطي مبشرات زادة موجودة. ما عندناش حل آخر، احنا تمشي حل بخلاف الانتخابات، تمشي حل بخلاف الالتجاء إلى قواعد الديمقراطية. نعم. ثماش حل، اللهم إلا إذا كان الحل العنف اللي جابه الجيش، وحل العنف الذي يرتئيه البعض حتى في بلادنا ويخططون له للدخول إلى الفوضى وللدخول إلى المجهول. أنا السيناريو المصري غير السيناريو التونسي. إن شاء الله أنا قد يخططوا. هو غيره. يخططوا. ثم قياس مع وجود الفارق. نعم. ثم قياس مع وجود الفارق، لكن زاد ينبغي أن نكون متيقظين، لأن هناك من يحلم بأن يتكرر السيناريو المصري في بلادنا، وخاصة أولئك الذين يدعون إلى الفوضى، وأولئك الذين يدعون إلى استضعاف مؤسسات الدولة، نعم، وإلى العصيان المدني بأشكال متعددة. يعني إلى أين نريد أن نصل؟ نصل إلى مجهول لا قدر الله. القواعد الديمقراطية تقتضي أن نحتكم إلى الانتخابات، وأن نحتكم إلى الحوار، وأن نحتكم إلى المناقشة وإلى المناظرة. وخلافي معاك راه موش في مستوى نقض، في مستوى هدم ما توصله أنت، وإنما في مستوى ما أقدمه إلى المواطنين. يعني الأحزاب تولي موجودة في مصر وإلا اللي موجودة في تونس، باش نجمو احنا نميزوا الواحد على الآخر ونفضلوا الواحد على الآخر ويقربنا إلى بعض على الآخر بما يقدمونه من مصلحة للبلاد، مش في مستوى التخاصم اللي قاعدين نراوه والتناحر اللي قاعدين نراوه والتقاتل اللي قاعدين نراوه. أيا كانت الأطراف ودون أن أستثني أحدا. نعم. لأن تو المواطنين هكوما اللي عبروا على الحقيقة دون حسابات ضيقة، قالوا راهي الكراسي هي اللي وصلت مصر للحال، والكراسي زاد كيف لعبة الكراسي هي اللي ماشي توصل لتونس، الله اللي يقدر لمثل هذه الحال. لك علاش احنا التوانسة، وك علاش المصريين، وك علاش السوريين، وك علاش جميع من ينتمي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون متنبها وأن يكون متيقظا وأن يعمل على تجميع الصفوف وعلى تجميع الكلمة لا على التفريق. كل دعوة للتفريق، كل دعوة للبغضاء وللكراهية ونشر الثقافة فمتاع الحقد وتقسيم المجتمع إلى غير ذلك في هذه اللحظة من الزمان هي دعوة للفتنة، وهي دعوة كذلك لإدخال البلاد في المجهول. إن شاء الله المصريين، إن شاء الله المصريين نعتقد على أنه بالضبط إن شاء الله يتجاوزوها، ولكن محنا من الحجم الثقيل ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله يخرج منها بأخف الأضرار، لأن الضرر حصل. نعم أستاذ أحمد، علاش ما تكونش هناك مسؤولية فردية قبل المسؤولية الجماعية في أن الإنسان يوصل إلى مثل هذه الحالة؟ الإنسان ما يجمش يتحكم في روحه، ما يجمش يحتكم إلى عقله، يحتكم إلى قيمه النبيلة الأصيلة. نعم. حتى وإن كانت هناك تأثيرات داخلية وخارجية، حتى وإن كانت هناك إغراءات الكرسي مثل ما ذكرت منذ قليل. نعم. وقبل أن أجيبك عن هذا السؤال أستاذ نوري، دعني أتواصل قليلا مع أخي الأستاذ محمد. فضل. في الحل، أين يكمن الحل؟ الحل أمامنا، الحل في كتاب ربنا. الله تعالى يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. انظر
إلى ختام الآية واصبروا إن الله مع الصابرين. نعم. يجب أن نصبر على بعضنا حتى نتمكن من ألا نتنازع فتفشل فنفشل وتذهب ريحنا. الأعداء يتربصون بنا وينتظرون معنا، هذا هما فرحانين تو الأعداء لأن المسلمين يقتلوا في أولادهم. معناها علاش يا رسول الله معناها وصلنا لها الحالة هذه؟ لأننا لم نطع الله ورسوله، لم نعمل بالقيم التي أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. هكذا يؤكد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى الذي يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله هو شرع الله، هو كلام الله، هو تعاليم الله، هو دين الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه القيم موجودة أمامنا، كيف نفعلها؟ نرجع لأول سؤالك ونربط هذا بذاك. يعني المسؤولية الفردية مطلوبة، والمسؤولية معناها إيش معنى الفردية؟ الفردية في نفس المواطن العادي وفي نفس صاحب معنى أهل السياسة. أهل السياسة كأفراد وكتنظيمات، إذا كان ما يدبش الوعي لأنفسهم بأن الواجب يقتضي والمصلحة الوطنية تقتضي أن نوحد الصف، أن نتكتل، أن نجتمع على ما اتفقنا عليه، وأن يعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه. بيه أن يعذر بعضنا البعض، إيه لابد، وأن يتنازل بعضنا. ضروري يا أستاذ النوري، ضروري، لأن الله تعالى يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالاختلاف يعني هو شيء موجود ومن طبيعة الحياة، وما نستطيعوش نكون على رأي واحد الناس الكل، ولكن قلوبنا يلزم نكون على قلب رجل واحد. إن شاء الله دائما الفرق بين أن نكون في الفكر وفي القلب، يعني الوجدان. يعني أن لا أحب لك المضرة وأن لا تحب لي إلا الخير، أهو باش نكونوا مؤمنين. هكاش معنى الحديث اللي انطلقنا منه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن شاء الله دائما نكون هذا القلب الواحد. مشاهدينا الأعزاء، من القلب نحيي دائما مشاهدينا في هذا البث المباشر، ونذكرهم برقم الهاتف اللي بإمكانهم أن يتواصلوا فيه معنا ويكونوا حاضرين معنا بسألتهم أو بتدخلاتهم إن كانت هناك إضافات. الهاتف كما هو موضوع على ذمتكم الآن في الشاشة 74-621-607 74-621-607. أهل وسهلا بمكالمة أولى، وإن شاء الله نحاول ناخذ قدر الإمكان المكالمات اللي قلي فما عدد وافر منها. مخرجنا تحية ليه مختار، ناخذ مكالمة أولى معنا. مرحبا بيه فتح الدريدي من سوسة، لو سهلا بيك سي فتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شو أحوالك سي فتحي؟ والله الحمد لله. شنو أحوال سوسة؟ الحمد لله. مأنسنا في قناة القلم، ومرحبا بك سي فتحي. نحب نحييك تحية خاصة. يعيشك. ونحيي المشايخ بحذاك وسلم عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم قناة القلم، الأسرة الكل والأخوة في يعني في الاستقبال. يعيشك. نطبع فيكم صراحة حديث معناه جدا ومريح ونفسانيا لك الإنسان مرتاح بشكل غريب. وحن نحبوك ديما مرتاح سي فتحي، ومشاهدين الكرام ديما سلا مرتاحين، خاصة في حضرة أساتذة جلاب الحق كيف الإنسان يسمعهم، وخاصة عندما نستند إلى قول حكيم من قول القرآن الكريم أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ونلقاه السند اللي تطمئن إليه القلوب وتطمئن إليه النفوس. فكيف بنا نملك هذه الكنوز ولا نعمل بها؟ والله سبحان الله، يعني أنا نشكرك أنت شخصيا اللي جبت لنا هاي الكنوز بحذيك الليلة، جزاك الله خيرا وجزاهم الله عنا كل خير. ويعني بصراحة ما تحدثون به وما نراه معنا في تونس من إيديولوجيات وعقليات
يعني أناس لا علاقة لهم بما تتحدثون أنتم الآن فيه، فأنت تقول مرجعية رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومن قبله القرآن العظيم، وهذا يقول مرجعية ماركس ولينين وستالين، فكيف يلتقيان؟ يعني الأمر معقد جدا، وأناس يأتمرون بالخارج، وناس يأتمرون بأموال، وناس يعني ليست لهم أي قيمة، ما عندهمش الناس هذوما. المعتصمين في بارد، وأنا سمعت تعليق أحدهم يتنقل، فيقول الجيش المصري في مجزرة الأربعاء تدخل بطريقة انحرافية، قتل 4350 إنسان مسلم موحد في ظرف ساعتين ولا ثلاث ساعات، ويعتبره تدخلا انحرافيا، وهو الإنسان هذا في اعتصام بارده، فهل يرضى أن يتدخل معه الأمن بهذه الطريقة الانحرافية؟ سؤال هذا. يعني هل يرضى المعتصمون الآن والذين يطالبون بإسقاط الشعب، لأن الشعب هو الذي أوصل هؤلاء إلى الحكم، فكيف يعترضون على الصناديق وكانوا يدعون لها وكانوا يعبدون الديمقراطية من دون الله؟ هو فتح فكيف له. إذا لم تأتي بهم الديمقراطية يقولون نحن لا نريد انتخابات، وهم فعلا لا يريدون أن يصلوا إلى الانتخابات، أنهم اكتشفوا أنهم غير مرغوب فيهم من هذا الشعب. هو فتح كلامك راه مهم، ولكن أن نصل إلى حد الخلاف بعد الاختلاف، هذا هو اللي نحبوش نوصلوا له، انه نختلف معاك وتختلف معايا، انت يكون عندك راي وانا يكون عندي راي، نتحاور وربما تقنعني وبالحجه تجادلني وربما اقنعك، ولكن انه الاختلاف يصل الى حد الخلاف، هذا اللي ما نحبوهش يوصل. على كل فكرتك وصلت خويا فتحي، نحب نحييك ويعطيك الصحه على تدخلك. سلمنا على سوسه، ربي يفضلك. ربي يفضلك خيرا اسره قناه القلم جميعا، اخويا بارك الله فيك، وبارك الله في المشايخ، بارك الله فيكم، ونقبل رؤوسكم وايديكم واقدامكم. عيشك خويا، عيشك خويا العفو، شكرا ليك، وتحياتنا الى كل مشاهدينا الكرام في كل مكان في سوسه. سي احمد، انه نختلف به هذه طبيعه جيده في الانسان، والاسلام ربما تحاور مع حتى العدو، والتحاور اوصله الى الاقناع وليس الى المعارك والى الحروب. ربنا سبحانه وتعالى تحاور مع ابليس، نعم، وسمع منه حجته ورد عليه، نعم. الحوار هو مبدأ أساسي، هو شيء لابد منه حتى نصل إلى الحلول. قد لا نتفق، ولكن لا ينبغي أن نصل إلى عنف يدمر بعضنا. صار الأخ يدمر أخاه لأنه اختلف معه، تو هذا منطق يا رسول الله؟ أنا أختلف معك فأدمرك فأقتلك فأريق دمك، والله تعالى حرم قتل النفس، الله تعالى حرم قتل النفس في آيات كثيرة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحق يعني بالقانون، يعني بشيء يستحق من أجله الإنسان القتل، كمسألة القصاص، يعني النفس بالنفس، أن يقتل القاتل، نعم هذا، ولكن إنسان يريد أن يعبر عن رأيه تأتي فتقتله، هذا لا 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 ينبغي ولا يكون ولا يقبل من إنسان، من بشر، فما بالكم إذا كان هذا البشر محسوب على أمة الإسلام. من المفترض أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأين لا إله إلا الله وأين محمد رسول الله؟ أين ما يأمرنا به الله في هذه الآيات العظيمة الجليلة البليغة؟ أين ما يدعونا إليه رسول الله؟ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأعداء، مع الخصوم، مع الذين نكلوا بالمؤمنين؟ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم؟ كان يتعامل معهم بالقتل؟ هو لم، نعم، هو أبى أن يسبهم، أبى أن يدعو عليهم، نعم، فما بالكم بأن يصل الأمر إلى رفع السلاح وقتل الإنسان الذي يخالفك في الرأي؟ هذا غير معقول بالمرة. نعم، هناك حكمة شعرية، تعالوا نرد حلو التصافي ونميت التجافي، نميت البغضاء، نميت الكراهية، كيف نستطيع أن نميتها يا أستاذ محمد؟
متى أسباب نحب نتفاعل مع المكالمة الهاتفية؟ مع المكالمة الهاتفية لأنه أشار إلى مسألة مهمة، وهي هذه المسألة المهمة تتصل بالمرجعية، تتصل بمرجعية الأمة، تتصل بمرجعية المجتمع، ويتحدث عن المجتمع إذا كانت مرجعيته مرجعية إسلامية، إذا كنا بالفعل من المسلمين، وإذا كنا نعلن بأننا فعلا مسلمون، فهل يمكن للمسلم أن يظهر الشماتة في أخيه ويفرح لموته ولقتله؟ هل يمكن؟ هل يمكن لمسلم إذا ما أردنا أن نفضل وأن نقدم، أن نقدم الحجر ولا نقدم البشر؟ يعني كنيسة تهدم مش طيب، جامع يهدم مش طيب، وقتاش؟ وقت اللي ما ثماش بشر. أما إذا كان الخير ما بين هدم كنيسة وجامع وما بين المحافظة على حياة الإنسان وعلى قيمة الإنسان وعلى كرامة الإنسان، فالإنسان هو المبجل وهو المقدم. هيك علاش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا زوال الدنيا، الدنيا كلها تفنى، أهون أخف عند ربي سبحانه وتعالى من أن يقتل امرؤ مسلم. والبعض يقول هكا يظهر حزنه ويظهر تضامنه مع المسيحيين لأن كنيسة قد هدمت، كنيسة هدمت نعم، ونحزن لذلك، لأن ديننا يدعونا إلى أن نحافظ على كنائس المسيحيين وإلى أن نحترمهم في شعائرهم كما يدعونا إلى أن نحافظ على المساجد، لكن قبل ذلك دعانا الله سبحانه وتعالى إلى المحافظة على النفس البشرية، واعتبر الاعتداء على نفس واحدة هو بمثابة الاعتداء على النفوس كلها، أيا كان جنسها، أيا كان دينها، أيا نعم. كان انتماؤها، نعم، هذه النفس البشرية لابد من المحافظة عليها. من أحيا نفسا، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ما قالش مؤمن، فكأنما أحيا الناس جميعا. هيك علاش المرجعية مهمة، هيك علاش نقول، ولا أن كيف ما قال سي أحمد الساعة راو ينبغي أن نعود إلى أصول ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة رسول، فأين نحن من هذا؟ بل إننا نرى من بني جلدتنا ونرى من أبناء أمتنا من يرفض التعامل مع القرآن، يرفض الاعتماد على القرآن، يرفض الاحتكام إلى القرآن. كيف بأمة فيها أفراد من هذا القبيل أن يصلح الله شأنهم، ومع ذلك نحترم هذا المختلف عنا؟ يودي نحترم في إطار ماذا؟ نحترم في إطار المحافظة على القيمة الإنسانية وعلى الكرامة الإنسانية، نحترم ذلك. لكن مع هذا ينبغي أن يحترم الناس أصول الحوار وأصول التعامل، وهو الحل، وهو الحل، وهو الحل. من يرفض هذا الحل هو الذي يريد العنف، من يرفض الانتخاب ويرفض الديمقراطية هو الذي يريد العنف. نعم، على كل احنا ديما معكم مشاهدينا الاعزاء، ونذكركم بالرقم 74 621 607 للتواصل معنا في زدني علما، ومرحبا بالمكالمة الموالية خونا فتحي الرقيق من صفاقس. مرحبا بك سي فتحي. سي فتحي اهلا وسهلا بك. مكرم، مكرم خويا مكرم، مرحبا بك. بيك سيدي سي مكرم، مرحبا بك وبالخير. شكرا. بالله نحب انا مرحبا هكا وطنية. أيوة. علاش ديما نجيو نقارنوا مصر بتونس؟ اليوم احنا راحنا في تونس نتطلبوا باش نقربوا لبعضنا، نتطلبوا باش نحنوا على بعضنا. هي لم تحصل المقارنة يا سي مكرم، لم تحصل المقارنة، وإنما حللنا وضعا، وإن شاء الله احنا ما نوصلش لهذا الوضع بإذن الله. خليني نوصل لك سودي. تفضل سي مكرم. باش تبدا الرأي العام وكله يتصمم. مرحبا بكم. احنا اليوم مطالبين في تونس أيوة بكفاءة وطنية، لا بحكومة لا بحكومة انقاذ ولا بحكومة كفاءات. اليوم انا راني لا انتمي لاي حزب، حتى حزب من انتمي لا النهضة ولا نداء تونس ولا غيره ولا غيره. اليوم انا نقول مصلحة تونس تتطلب باش نحلوا على بعضنا ونقربوا لبعضنا. فعلا الثورة هذه صارت باش الناس تفرح، صحيح، مش باش تقتل بعضها. صحيح. ولا ما معنى المعارضة؟ معناتها اللي يجي يعمل حاجة اليوم يعارضوه، لو كان نجيبوا اي انسان راهي فما معارضة اخرى. اليوم راهي تونس ما عادش تتحمل
تونس اقتصادها واقف. احنا ما عندناش دوله، لا عندنا بترول، لا عندنا مولد رسوب كبير، لا عندنا شيء، عندنا راس المال البشري فعلا، سلاحه قوته هي سلاحه وكفاءاته وابنائه. صحيح صحيح. اليوم اللي يصير اللي قاعد يصير قاعد يخلي في الدوله التونسيه يوخر بها مش يقدم بها. احنا اليوم ندعو للناس يعني الشعب التونسي كل باش يضرب البعض ويتفاهموا في بعضهم ويحنوا على بعضهم، ومش وقت معارضه تو نقضوا بلادنا وبعد نعارضه. يعطيك الصحة يا مكرم. نعم. ومعنى عارض. الكلام اللي معقول اللي يجي يحكم عارض. أي. مش أي. معقول هذا عيب راه. هو الكلام اللي تقول فيه يا مكرم، الكلام اللي تقول فيه راه كلام العقل، وهذاك هو اللي يزمو يغلب في الأخر، لأنه منطق العقل هو اللي نستندوا إليه، وما فماش حاجة أقوى من أنه نحافظ على وحدتنا وعلى بلادنا وعلى كفاءتنا. نعم. تطلب أنا مريض حتى واحد جاء في سياسي ولا معارض. يلوج على كان يلوج على واحد طوم على تاكلو يا سيدي يا خويا. هو صوتنا نعم يا مكرم. نعم او صوتنا وصوتك. صوتنا وصوتك للشعب التونسي مش مشتغل عليه لا جماعة الكراسي ولا ما هوش مهم كون تكون نهضة ولا تكون بيتها تونس ولا يكون الشباب ولا تكون هي. اليوم راهو علم فوق منا يلزم تتطلب بس تسكت تحمل شوية يا خويا. انت تحملك كالوريا وقت اللي جاتك حريه وانت ما عادش تحملوا حتى جينا. كلامك كلام المنطق اللي لابد ان يسود في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه المرحله التاريخيه اللي تعيشها بلادنا. مكرم كلامك فعلا يعبر عن صوت التونسي اللي يحب يرتقي ببلاده. اي نعم نعم ايوه. يخسر العلم ويخسر حتى حد، يخسر العلم ويخسر الناس الوسطيه ويخسر الناس الزهره اللي ما عندها تتعشى ويخسر الشعب. بعدين راهو شيء راهو تونس ما تتريقل راهي مش في ليله ونهار. صحيح صحيح. حق الحق وكره من كره راهي مش تتريقل في ليله ونهار. شويه صبر. صبر الناس الكل ما بعضنا. والقدام مش شويه صبر ويزمنا نعدي ونرجعوا نعرضوا مدوا يد المساعده. نعم نعم. مدوا يد المساعده علاش عارض انت. نعم يعطيك الصحه. يعطيك الصحه خويا. هو كلامك اللي نسمعه فيه الان هو صوت الحكمه وصوت اللي يجمع ما بين الناس، وان شاء الله يسود هذا الكلام في القلوب ان شاء الله. وهذا هو موضوع حديثنا اليوم معك. هذا هو. نعم نعم. يعطيك الصحه. الحمد لله الحمد لله. وكنا مسلمين وكنا مؤمنين وماذا بينا كان مصر او غير مصر تكون في اخر عصر، لان كنا نقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن اليوم احنا اليوم نشوف كما يقولوا ما تخرجش الصدقه لما تشبع مالها. احنا اليوم ننقذوا بلادنا تونس هذه ننقذوها. يعطيك الصحة يا مكرم. ما عادش تحمل لا اتصالات ولا تحمل لا حد شيء، صدقني أنا نكلم فيك ما ننتمي حتى حد. أنا رئيس غرفة تجارية ونعرف الوضع تاع البلاد ونعرف يعني الدول الاقتصادية قداش كنا نعرفوا قداش وليت شيء يعملها شيء أكسب تبكي عليها تونس. إذا ما ننشده هو أن يكون الأقادم أفضل وأحسن، وأنت الحل اللي اقترحته هو التكاتف والحنية والتعاضد والتكاتف ما بينات بعضنا. يعطيك الصحة يا أخويا مكرم، أنا نحييك على هذه الفكرة الطيبة والنبيلة واللي تنبع فعلا من قلوب صافية ونقية، ونحن في موضوع في زدني علما ينشد التصافي والتآخي والتحابب والتعاضد. الكلمة دائما معكم ولكم في ربورتاج ثاني نقيم الوضع الموجود ونطمح إلى واقع أفضل وأحسن. كيفاش نجمو نتعاشو رغم اختلافاتنا باش نتفاداو أي مظهر من مظاهر العنف؟ والله بقبول الآخر كما هو بدينه بمنظره بتصرفاته نسمى نقبلوهم كاوي. صحيح للديمقراطية لازمنا احنا نقعدوا مع جماعة مختلفين في الآراء، مختلفين في المنظر، مختلفين في كل شيء، ونقبلوهم كما هما كهو ونتحاوروا معاهم بكل منطقية بكل موضوعية ونقبلوا أفكارهم. يمكن يغيرونا في أفكارنا ويمكن كما احنا ننفلونسيو عليهم. بالعكس احنا المسلمين لازمنا احنا نوريو حاجة بيه قدام العبيد باش هما يقولوا أرى هذوك المسلمين كيفاش يخموا كيفاش يتصرفوا مش كما نتصرفوا احنا تويكية. مدوا اليد اليد كلنا يد واحدة، هذاك كيفاش نجمو نتجاوزوها المشكلة؟ صعب 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 إلا بحاجة واحدة بس، أن المسلمين كلهم يتكاتفوا مع بعضهم، وحتى المدينة والمنطقة اللي موجودة فيها مسلمين وقبات ويهود خلط البيعة
أن يكونوا كإنسانين قزم مترابطين مع بعضهم تحت شعار الدولة سوى ليبيا سوى تونس سوى مصر سوى أي منطقة عربية. نعديو لبعضنا سيختو، معناتها كل واحد يعدي الآخر ونحاولوا باش نقربوا من بعضنا، نحاولوا باش نعاونوا بعضنا لماكسيموم، اللي ما عندوش يعطي اللي عنده، واللي ما في حالوش يعطي اللي ما في، معناتها الناس كل نتعاملوا مع بعضنا كمان. بالتحابب وبالتأخي وباش قال الدين وباش قال القرآن وباش قال ربي، معناها يلزم المسلم يكون خو المسلم فهمتها، وفي وقت الشدة نقفوا مع بعضنا. والله بقبول الآخر كما هو زيدا دينه بمنظره بتصرفاته لازم نقبلوهم هكا ويكون المعنى الصحيح للديمقراطية. لازم احنا نقعدوا مع جماعة مختلفين في الآراء، مختلفين في المنظر، مختلفين في كل شيء، ونقبلوهم كما هما هكا ونتحاوروا معاهم بكل منطقية بكل موضوعية، ونقبلوا أفكارهم. يمكن يغيرونا في أفكارنا ويمكن كما احنا ننفلونسيو عليهم، بالعكس احنا المسلمين لازمنا احنا نوريو حاجة باهية قدام العبيد باش هما يقولوا أرى هذوكم مسلمين كيفاش يخموا كيفاش يتصرفوا مش كيما نتصرفوا احنا تويكية. لازمتنا بأي طريقة لازمتنا نعيشوا متفاهمين مع بعضنا، مش نقعدوا نتعاركوا ونتناقشوا خاطر ما عندهم يوصل. لازم نحترموا معناتها بعضنا وما لازمش نفرقوا بين الإسلامي وبين المسيحي وبين، معناتها لازم تكون عندنا ثقافة يعني ثقافة احترام الديانات واحترامات الأخوة لبعضهم. لازمنا نكونوا أكثر متوافقين مع بعضنا، نتنازلوا على برشا حوايج، معناتها كل حزب معناتها من الأحزاب الكل يتنازل على معناتها الحوايج اللي يحبها هو ويكونوا متوافقين مع بعضهم. لازمنا نحترموا آراء بعضنا، باش تنجم أنت تبعد على العنف لازمك تحترم رأي الإنسان اللي معك، رأي المخالف لازمك تحترمه. لازم واحد يقبل الرأي والرأي الآخر، نكونوا متسامحين، كلنا أخوات، مصلحة البلاد تجمعنا. كل واحد يلزمو يهفت شوية وينساو الكراسي شوية، معناتها يبعدوا شوية على الكرسي ويفكروا في المواطن. باش نتعايشوا يلزم مصلحة تونس، العباد الكل يلزمها تلوش في مصلحة تونس، مش في مصلحته مصلحة الحزب الفلاني والحزب الفلاني، دونك إذا كان كل واحد يفكر في تونس راهو كل شيء هذا ما يصيرش. مرحبا مشاهدينا الكرام، أنتم دائما على قناة القلم في زدني علما، واللي يتواصل معكم سواء كان عن طريق الصفحة الرسمية لزدني علما في الفيسبوك وإلا عن طريق البريد الإلكتروني أو بالمكالمة الهاتفية، والخط الموضوع على ذمتكم هو 74-621-607. وسعداء بأن نتواصل معكم اليوم بهذه المكالمات الوافرة، ونحاول أن نقدر الإمكان ناخذ البعض منها، لأن أصواتكم اللي سمعناها هي صوت فعلا الحكمة وصوت اللي خرج من القلب، والكلام اللي يخرج من القلب راهو يوصل إلى القلب. ومن القلب سأسأل سؤال أستاذ أحمد، وأنا راه السؤال هذا على غاية من الأهمية. هل نحن اليوم نعيش أزمة قيمية، أزمة في فقدان المحبة ونقصان التضامن، وإلا ليست بأزمة يا أستاذ أحمد؟ بالتأكيد هي أزمة، وهي أزمة حادة، لأن ما وصل إليه حال المسلمين اليوم يعكس ما تنطوي عليه نفوسهم. لو كان المسلم يحب أخاه المسلم ما فعل بأخيه المسلم هذا الشيء. ديننا يدعونا إلى المحبة، هو دين المحبة ودين السلام ودين التآخي، والسلام هو اسم من أسماء الله الحسنى، والسلام هو تحية أهل الجنة، تحيتهم فيها سلام. والله تعالى يرغبنا في السلام، يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فأزمة فعلا قيم، أزمة عدم استشعار الذي ينبغي أن نكون عليه من تقارب، من تآلف، من محاولة السيطرة على الخلافات. شفت الآية اللي استشهدت بها منذ قليل، نحب نرجع لها لأن فيها دلالة كبيرة جدا. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أن نصبر على بعضنا، أن نتحمل بعضنا البعض،
كل واحد فينا يقدر مشاعر أخيه، كل واحد فينا يخلي نفسه مكان الآخر. لو فعلنا هذا لتقاربنا، وحتى كان اختلفنا في الرأي نتحاور ونتجادل، والبعض يتنازل لأخيه والآخر كذلك يتنازل لأخيه، ونقترب من بعض.